سؤالي للاستاذ محمد انور السادات، في عباره قالها الرئيس النهارده للدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور. نعم. عباره كده مش مفهومه او غامضه، قلنا بلاش انتوا من زمان. ايوه يعني هو ده في الخلاف اللي حاصل ما بين الدعوه السلفيه وما بين وزاره الاوقاف فيما يخص اعتلاء المنابر والمساجد والخطابه. يعني وزارة الأوقاف عملت معايير فيما يخص من هو ليه الحق في أنه يطلع يدعو إلى الناس أو يعني يتولى الخطاب. كان حزب النور كان قدم شكاوى على أنه هناك نوع من العرقلة لهم، أو يعني ما فيش رغبة في أنهم يخلوهم يمكنوهم يعني من أنهم، فكان الرئيس بي يعني بي بي في مدعبة يعني أنه بيقول له يعني أنه الخطابة والدعوة لها ناسها، لها الناس اللي دارسة من الخريج الأزهر، الناس اللي هي يعني أصحاب علم في هذا يعني. مش يعني دي كانت في هذا الإطار يعني، ما كانتش. بس أنا خليني أقولك على حاجة مهمة وإحنا بنتكلم وإحنا بنتكلم على الفريق أسامة عسكر. أنا بقول أكبر تحدي حقيقي حاجتين اتنين فيما يخص الحرب على الإرهاب، لأن دي مش حرب جيوش. الإرهاب ده حاجتين يعني يهمونا جدا، التمويل الخارجي، وازاي نقدر نجفف منابع التمويل من الغرب او من الشرق لهذه العناصر. ده واحد. اتنين، المعلومات. الارهاب الفيصل فيه المعلومات، واحنا عندنا اجهزه معلومات، عندنا المخابرات العامه الحربيه، مخابرات حرس الحدود، والامن الوطني. كل الاجهزه دي لازم يبقى فيه تنسيق ربط بينهم، عشان المعلومات هو ده السلاح الحقيقي اللي يقدر يخليك تبقى قاري كويس قوي دول مين، جايين منين، امكانياتهم ايه، تسليحهم ايه. هو ده اللي احنا نتمنى في المرحله الجايه دي، انه يعني من هم قائمين على اداره هذه المنظومه يعني في سيناء ينتبهوا لهذا. انا بحس ان كان في حاجات شويه يعني ما فيش تنسيق قوي ما بين الاجهزه، وده ممكن يكون نتج عنه ان في البعض استطاع ان هو يفلت يعني من المتابعه او من الرقابة يعني. برضو حاجة تانية يعني قرأناها، البعض بيدعو إلى تظاهرات وتجمعات يوم الجمعة القادم، تجديد الثقة في القوات المسلحة والشرطة ودعم الدولة والرئيس السيسي. كلام ونوايا طيبة وكلام محدش يختلف عليه، بس أنا واحد من الناس شايف إنه ده إحنا مش في حاجة لده. احنا مش عايزين نستنزف طاقة الجيش والشرطة في تأمين وفي تنظيم، احنا عايزين الناس اللي عنده هذا الحماس اجتهد في مكان عملك، في شغلك، خليك حافظ على قريتك او على الشارع اللي انت فيه يعني. اذا كان ولا بد وعايز تشارك، هو ده المعنى اللي يتعمل. انما احنا النهاردة يعني اصبحنا في وضع ما يحتملش يعني. طيب